طبعا هذا هو اليوم الرابع للوفد اللي اجى من لندن وامريكا لحضور اجتماعات مجلس حقوق الانسان. كانت عندنا فعاليه يوم الاربعاء امس، حضروها العديد من السفراء، العديد من المنظمات الحقوقيه والمهتمين بالشان البحريني. ايضا عندنا اجتماعات مع عدد كبير من الدول لطرح القضايا الحقوقيه في البحرين. اعتقد بان قضيه الشعب البحريني وصلت الى كثير من الجهات الدبلوماسيه، والحمد لله اعتقد احنا والاخوان اللي جايين من البحرين هناك تعاون كبير، هناك تنسيق كبير، وقاعدين نقوم بعمل يخدم اهلنا واخواننا في البحرين. شكرا. حسين عبد الله، المنظمه الامريكيه من اجل الديمقراطيه وحقوق الانسان في البحرين.